السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحبوا إخوة والأخوات المتابعين لنا سواء على الموقع الإلكتروني forgestion.com أو على صفحة الفيسبوك forgestion أو على القناة اليوتيوب forgestion. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس l'état de rapprochement bancaire. بداو على بركة الله. أول حاجة تعريف l'état de rapprochement bancaire. Banque ou chèque postaux tenu par l'entreprise et le compte client tenu par la banque ou les chèques postaux sont réciproques. Le rapprochement de ces deux comptes permet de vérifier leur concordance et de détecter les erreurs éventuelles en raison des décalages dans l'enregistrement des opérations. Le compte banque tenu par l'entreprise ne présente pratiquement jamais le même solde à la même date que le compte d'entreprise tenu par la banque. Cette différence peut avoir comme cause: l'entreprise a émis des chèques et a passé les écritures correspondantes, mais ces chèques n'ont pas été présentés au paiement par les bénéficiaires. La banque prélève des frais de tenue de compte et des commissions, mais l'entreprise n'en est informée exactement que lorsque la banque lui envoie un relevé de compte. مزيان. دابا حنا عرفنا الى رابروشمون بونكير. نعاودو ندقو فيها الشرح مزيان. الى رابروشمون بونكير هو تنشوفو الفرق ما بين لي زيكريتور اللي دايرين حنا عندنا في لا بونك ديالنا اللي كاينه في الجورنال ديال الشركه ولي زيكريتور اللي دايزين في لا بونك في غولفي بونكير. حنا كما تعرفو تكون عندنا لا بونك ديال الشركه الكونت بونك ديال الشركه والكونت بونك اللي كاين في غولفي بونكير. يعني حنا بالنسبه لا بونك تنكونو كليون. مزيان. فهاد الحالة هادي كل شهر لخر الشهر او تنجيو في الاخر ديال العام على حساب كل واحد كيديرها كل 3 شهور كيديرها كل شهر وكيديرها في الاخر ديال العام. تنشوفوا الفرق ما بين غون ليفر بونك اللي عندنا في ليكريتور في سوسيتي وما بين غولفي بونكير اللي تيجينا من لا بونك. تنشوفوا الفرق. كيفاش غنشوفوا هاد الفرق؟ بعض المرات يكون دي زيكريتور حنا دوزناهم عندنا في الجورنال ديال لا بونك لكن باقي ما بانوش في الغولفي بونكير. مثلا شي كليون عطانا الشيك دوزنا حنا اننا خدينا مع الدو الشيك دفعناه لا بونك تلقاو اننا حنا دايز عندنا ولكن في لا بونك باقي ما داش ما يقدر يدوز سل الشهر الجاي. باش نعرفوا حنا داك الفرق اللي بيننا حنا وبين لا بونك تنلتجوا انا تنديروا ايطا دو رابروشمون بونكير. كذلك حنا باش نخلصوا شي فورنيسور تنعطيو شي شيك صافي تعطيو حنا فورنيسور شيك تندوزو حنا ان الفورنيسور تخلص مثلا لكن او نيفو ديال الغولفي بونكير ديالنا راه باقي ما داتش لوبيراسيون. كذلك لي كوميسيون بونكير حنا ما تنعرفوهمش شحال المونطور غيدوزوهم به تنتسناو تنديرو واحد لا رابروشمون وديك الفرق اللي يكون الفرق بيننا وبين لا بونك هي اللي تكون ديك الكوميسيون. اذا حنا لا رابروشمون الهدف منها هو نعرفو ان ديك السولد اللي عندنا في الكونت بونك في الشركه ديالنا يعني في الكريتور ديالنا الكونت بونك ديك السولد نفسو سولد ديال الديكالاج اللي كاين عند البنكة من في غولفي بونكير. اذا حنا ديما تيكون بيناتنا ديكالاج ندوزو دي زوبيراسيون لكن في البنكة باقي ما دازوش والبنك تدوز دي زوبيراسيون حنا باقي ما دزناش بحال البنكة تدوز. مثلا حنا شي كليان خلصنا بار فيرمون يعني درنا فيرسمون ديال الفلوس من لابونك ديالو لابونك ديالنا حنا ما عارفينش او نيفو دو كونطابيتي ما عارفينش داك الكليون باقي دايرين حنا كريدي باقي دايرين اننا تنتسالوه الوقت تيجي لغولفي بونكير تلقاو ان واحد الشريك دخل لينا الفلوس واحد الفيرمون جاتنا لكن حنا باقي ما سولديناش مولاها اللي هو الكليون في البنك ديال الشركه. اذا هنا لي دات رابروشمون تقدر تركز على الفيريفيكاسيون ديال دو شوز لا دو كونت كونت ديال البيلون او نيفو دو غون ليفر كونت ديال لا بونك او نيفو دو غون ليفر يعني غنمشي نشد تيري غون ليفر ديال لا بونك اللي عندي ونشد الغولفي بونكير هادو جوج حوايج خصني الغولفي بونكير او غون ليفر. كما تعرفوا ان بالنسبه لنا حنا الحوايج اللي يكون عندنا الديبي في لابون كيكونوا كريدي الكونطا ديال البنكة العكس الكونطا ديال الشركه. الشركه الا دخلوها الفلوس تدير كونط بنك في الديبي لكن البنكة الا دخلوها الفلوس الكونط بنك تديرو في الكريدي يعني الديبي اللي عند الشركه هو الكريدي اللي عند البنكة. الكونطا ديال البنكة مختلفه على الكونطا ديال الشركه الكونت بونك ديال لا بونك ديال الشركه ماشي هو الغولفي بونكير ديال البنك كاين اختلاف يعني في لا بونك عندي في الشركه غيكون عندي مونطون في الديبي 100000 درهم غادي فين خصني نلقاها انا في الغولفي بونكير في الكريدي
نلقى 100,000 درهم. كان عندي انا في لا بونك ديالي في الشركه كان عندي الصوم في الكريدي 40,000 درهم، غلقها في غولفي بونكير في الديبي 40,000 درهم. يعني غولفي بونكير الديبي ديالو هو الكريدي ديالنا حنا، والكريدي ديال غولفي بونكير هو الديبي ديالنا حنا. مزيان، غنشوفوا ليطاب الاول كومون بروسيدي، كيفاش تنبدا. On commence par pointer toutes les écritures par lesquelles a reçu procédé est parfait. Et nina ou le haja, c'est le mot, mais je me vérifie. Deux, sur l'état de rapprochement, on dispose les deux comptes réciproques avec leur solde à la date considérée. Yani, la date considérée, c'est ou le haja, la date, mais c'est le compte banque, la DIF, Chérica, grand livre de Charles Tlatcher, c'est le chute de le relevé bancaire de Charles Tlatcher. Qui m'a dit, vous n'avez qu'à être un compte banque tenu par l'entreprise. Yani, la banque compte les adnahna, compte banque les adnahna, solde débiteur. Compte client tenu par la banque, d'un compte de la banque, les clients, client, parce qu'on a deux soldes créditeurs. On a deux soldes débiteurs, 30,000 dirhams, parce qu'on a deux soldes créditeurs, 30,000 dirhams. Et nous allons faire ce qu'on a, le relevé bancaire, qui vient de la banque, ou faire ce qu'on a, le grand livre de la banque. Nous allons voir l'application, on va trouver un acteur. Exemple. Le 31 mars, N, le compte BMCE présente dans nos livres, c'est-à-dire nos sociétés ASNI, dans le livre d'Yenna, un solde débiteur de 14 456,15. Il y a un solde de la banque d'Yenna. Et le relevé de compte à la même date, et le relevé de gentleman dans le cas à la même date, fait apparaître un solde en notre faveur de 13 652,30. Il y a في الغرفة البنكية ديالنا احنا في الشركة في الكونت بنك ديالنا في الشركة اللي هو من غون ليفر جبدناه، غون ليفر ديال البنك ديال هاد الشهر مارس فيه السولد 14,456.15. لكن اللي جانا من لابونك الغرفة البنكية فيه السولد 13,652.30. كاين واحد الفرق. لو بوانتاج دي دو كونت ريفيل كو ا يعني مجينا بوانتيناهم تندير البوانتاج، يعني البوانتاج هو سيستم دو فيريفيكاسيون تندير فيريفيو ما بين لي دو كونت. دي زوبيراسيون انسكري سور لو كونت توني بار لا بانك نو با انكور ايتي انريجستري دون نون ليفر. لقينا شي زوبيراسيون دايزين في الغولفي بانكير لكن عندنا حنا ما دايزينش. شنو هما دي زوبيراسيون؟ فري ديسكونت de 81,34 درهم سور رميز على ديسكونت دو 22 مارس. لقينا واحد فري ديسكونت واخده لينا ديال 81.34 درهم. كوميسيون بونكير دو 4 تريمستر 132 درهم، كتعطي لينا واحد كوميسيون بونكير تعطات لينا ديال 132 درهم. فيرمو ان اوتر اورد دو كليون احمد 574. هذا احمد حتى هو كان صيفط لنا واحد الفيرمو هو الكليان ديالنا ودخلت لا بونك في الكونت ديالنا حنا ما دخلناهاش. Domiciliation numéro 51 réglée le 31 mars par la BMCE 2667,41 dirhams. Domiciliation, je vais traiter l'INA. Coupon d'obligation, intérêt en faveur de l'entreprise sur des prêts qu'elle a accordé obligation, encaissé par la banque pour notre compte 246 dirhams. Il y a une obligation, il y a un titre. اللي حنا خدينا الارباح ديالهم لي زانتيري ديالهم دخلت لينا البنكه اللي هي 245. هذه دخلت البنكه ديريكت حنا ما دوزناهاش في الغولفي ديالنا. بي دوطخ اوبيراسيون انريجستري دون نون ليف نون اون با ايتي بار لا بونك. وشي زوبيراسيون دوزناهم حنا لكن ما دايزينش في لا بونك. شنو هما؟ شيك نيميرو 6341 الوغ دو فورنيسور جازي المونطون ديالو 258,90 درهم. Chèque numéro 6443 à l'ordre de fournisseur Fatmi. Fatmi, 998 dirhams. Il y a deux, nous avons deux journaux. Ce grand livre d'Yenna Kainin de la banque. Lequel fait la banque, le relevé bancaire, mais Kainin. Nous avons deux Kainin, le relevé bancaire. Lequel fait deux journaux, le journal d'Yenna. La journée de la banque. Et là, je vais vous dire que nous avons fait l'état de rapprochement de la tion chouffou solde Regina Palpha. L'état de rapprochement peut être disposé.
هذا تاع رابروشمون تنديرو شينو شيلو شي لا بونك يعني عندنا حنا شنو ليزكريتور اللي كاين عندنا حنا شنو ليزكريتور اللي كاين عند لا بونك شينو شي لا بونك تقدر شينو شنو يجي معنا هذا هنا ليزكريتور اللي دايزين في الغولفي بونكير وما عندناش خصنا نحطوهم وهنا ليزكريتور اللي دايزين عندنا وما كاينش في لا بونك نعاودوا هذه المساله مزيان هنا في شينو اش نديرو لي زوبيراسيون لي دازو لي كاينين في الغولفي بونكير وما عنديش انا في الغون ليفر ديال لا بونك ما عنديش في لا بونك ديالي مدوزتهمش لكن كاينين في الغولفي بونكير شي لا بونك اش ندير داكشي مدوز انا في لا بونك عندي في الشركه لكن ما كاينش في الغولفي بونكير يعني الفراغ هادشي مالو هادشي كامل غنكتب انا هنا كاين في الغولفي بونكير لكن ما كاينش عندي انا في الجورنال ديال لا بونك او نيفو دو غون ليفر ما باينش وهادو كاينين في غون ليفر وكاينين عندي في لي زوبيراسيون في الجورنال دوزتهم لكن في لا بونك ما كاينينش مزيان نمشيو هنا تنديرو سول ديبيتور باش بدينا السول اللي عطاو لنا في الاول السول اللي كان عندنا حنا هو 14456.15 اسكونت اللي اقتطعوا لنا 81.34 درهم كوميسيون 132 درهم اقتطعوا علينا فيرمو احمد هذه دخلت لنا فلوس دي بي ديالنا 574 دخلت فلوس هذه دايزه دحدات فيرمو بانت في الغولفي ولكن ما دخلناش حنا خصنا دابا نديروها دوميسيلياسيون فلوس خرجوا من عندنا ديال 2667.41 والكوبون دانتيغي هذوك لي زانتيغ ديال لي زوبليغاسيون دخلوا عندنا 246 تشدو الصوم ديال الديبي ناقص الصوم ديال الكريدي تعطيني هاد السولد هذا هو السولد ديبيتور ابخي رابروشمون من بعد رابروشمون اللي هو 12395.40 مزيان نمشيو للغولفي نمشيو شي لا بونك شنو جوج حوايج اللي ما دازوش هما واحد لي فورنيسور عطيناهم لي شيك وما دخلوا وما دازوش في لا بونك باقي ما بانوش في لا بونك هادي دو فورنيسور غنبداو سولد كريديتور اللي عطاوني في لا بونك اللي هو 13652.30 هذا سولد كريديتور عطاه لي في الاول قالوا لي هو السولد كاين في لا بونك شنو اللي ما دايش في لا بونك شيك نيميرو 6341 الوغ دو جازي اذا خصو يدوز في لا بونك اللي هو 258.90 داز في الديبي حيت حنا قلنا العكس دابا الكونطا عندنا حنا فين تندوزو الفورنيسور في الكريدي ياك اذا في لا بونك خصو يدوز في الديبي وكنت نعرفو ان الغولفي بونكير مثلا نشوف انا الديبي الغولفي بونكير يعني الفلوس خرجوا الكريدي الفلوس دخلوا دابا حنا الفلوس خرجوا عندنا من لا بونك ديال من ديال الفورنيسور هادو خصها لوبيراسيون خصها دوز هادي ما دايزاش في الغولفي بونكير والوبيراسيون الثانيه شنو هي الوغ دو فاطمي حتى هو واحد الشيك ديالو اللي هو 6343 ديال 998 درهم سولد كريديتور ابري رابروشمون عطانا نفس السولد كما تشوفوا خصو يجي نفس السولد ما مشيش دي على لا سوم لي سوم لي سولد نفس السولد يعني هاد ليزكريتور هادو مالهم دايزين عندنا وما دايزينش في لا بونك غنتسناوهم وهاد ليزكريتور هادو دايزين في لا بونك وما دايزينش في لا بونك ديالنا عندنا حنا خصنا ندوزوهم اذا حنا شحال خصنا نكون نتسناو يدوز هاد المونطون هذا هذا هو لي طاد رابروشمون هاد لي دو مونطون هذا هو لي الفرق خاص يكون عندي نفس لي طاد رابروشمون ديال شينو بحال لي طاد رابروشمون شي لا بونك شينو يعني عندنا حنا يعني او نيفو ديال غون ليفر ديالنا مزيان دابا في ليزيكريتور غنمشيو ليزيكريتور اللي غندوزوهم لي زوبيراسيون اللي ما دازوش غندوزوهم شينو غنسوم يدوزو اش خصو يدوز اول حاجه اسكونت سور افي دو كوميرس كونت ديالو اللي هو 6311 ها هو انتيغي دي زومبرانت اي ديت غادي يدوز عند دي كوميسيون بونكير 6147 اللي هو سيرفيس بونكير 132 au paiement du fournisseur par domiciliation. C'est-à-dire par domiciliation, il y a une domiciliation, on dit le واحد l'effet. On a un واحد l'effet, on dit le domiciliation, on dit la domiciliation, il y a un واحد l'effet, il y a un واحد l'effet, mais il y a un paiement du fournisseur par domiciliation, on sort le compte fournisseur, il y a 2667, parce que là, 141. On crédite le compte banque, c'est tout le monde, il y a la banque. Et là, tu as dit, on a dit, on a dit, on a dit, on غيبقاو لي فيرمون حوايج الفلوس اللي دخلوا فيرمون غوسي دو احمد الغوفوني دو تيتر غندوزوهم تا هما
بونك بي ام سي دخلت لها 228 في الدي بي اللي هي اش واحد الكليون خلصنا ها هو 574 اللي هو احمد واحد الغوفوني دخلوا عندي ديال لي تيتغ ديال لوبليغاسيون اللي هما 240 يعني دوز انا داكشي اللي ما دايش عندي لي فورنيسور الاخرين اللي دوزتهم انا ديجا دوزتهم في لا بونك ما دازوش شنو الحوايج انا اللي ما مدوزش لقيت واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه د الحوايج ما مدوزهمش رجع معاك انا باش تشوف مزيان ها هما هل الاول هو لي سكونت هل الكوميسيون ها هي حتى هي هل فيرمون ديال احمد هل دوميسيلياسيون والكومون شحال كاين هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وما هذوك لي زوبيراسيون اللي دوزت أنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة اللي كان خصو يدوز في الدي بي دوزو في الدي بي ولا خصو يكون دوز في كريدي دوزو في كريدي طبعا لي شارج كاملين دازو في الكريدي ولي برودوي دازو في الدي بي المداخيل دازو في الدي بي والمصاريف دازو في الكريدي هذه هي ليطا درابوشمون اللي خصك تعرف فيها أكثر هو الفرق كيفاش خرج الفرق ما بين ليطا ديال لا بونك او نيفو دو سوسيتي او ليطا ديال لا بونك او نيفو دو غولفي بونكير يعني تنقارن ما بين غولفي بونكير اللي جاني ديال شهر 3 مثلا والغون ليفر ديال لا بونك ديال شهر 3 اللي صاوبت انا وندير مقارنه تنشوف شنو الحوايج اللي دازو في غولفي بونكير وما ندوزوش انا عندي في الكونت ديالي ديال البنك طبعا ولا بدا غلقه لي كوميسيون لي كوميسيون ولي تامبر ما دازوش غندوزو حيت طبعا انا ما كنعرفش امتى تيدوزوهم لا بونك وشحال المونطون تيقطعوا عليهم تنتسنى حتى الغولفي بونكير يجيني ثاني حاجه لي فورنيسور ولي كليون اللي خلصتهم واللي تخلصوا من عندي انا مثلا تنعطيه شيك عطيته شيك ندوز في لا كونطابيلتي انني عطيته شيك الفورنيسور ديالي هو مشى تعطل في التدفيع ديالو يقدر يجي للغولفي بونكير ما فيهش هذاك الشيك ما يجي حتى للغولفي بونكير ديال الشهر اللي من موراه إذا أنا فايت درابوشمون خصني نخرجو نقول هاد الشيك هاد المونطور راه دايز عندي أنا ونيفو الكونطابيتي ديالي لكن في الغولفي بونكير باقي مبانش هادي مهمة ديال ليطا درابوشمون كذلك كليون خلصنا بشيك أو كليون خلصني بفيرمون أنا ونيفو الكونطابيتي عندي في سيرفيس كونطابيتي ما عارفش شنو واقع أنا فيرمون ما عرفتهاش هو خلص بار فيرمون شكون غيوضح عليا هو الغولفي بونكير انا مالي مدوز الكليون باقي في الديبي باقي داير ان الكليون في الديبي ما مصولديش باقي عند راسي الكليون ما خلصنيش لي زيكروتي هادي ديزا لكن ملي تيجي غولفي بونكير ديال شهر 3 عاد تيبين لي انا مثلا راه الكليون خلص لي بار فيرمون اذا خصني نرجع انا الجورنا ديالي ديال شهر 3 وندوز هاد لوبيراسيون ديالي اذا حنا كاين شي حوايج يكونوا ما واضحينش ما بين الغولفي بونكير والكونت بونك ديال الشركه الحاجه اللي توضحهم لينا هما لي تدرابوشمون جي توضح لي زيكروتور اللي ما باينينش ونتمنى انني نكون وصلت باحسن طريقه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.